ينضم إلينا الآن من واشنطن آدم إيرلي الدبلوماسي والنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأسبق. تحياتي سيد إيرلي، أهلا بك معنا. دعني أبدأ معك مما استمعنا إليه قبل قليل. جماعة الحوثي لن تتوقف وستستمر باستهداف الأهداف برا أو بحرا، أهداف إسرائيلية في ضمن مناصرة للقضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة. أيضا الضربات الأمريكية البريطانية مستمرة، ولكن لا يبدو أنها توقف الحوثيين. تعليقك. الأمر بشع، وأظن أن المجموعات الحوثية تصعب حياة الأشخاص، خاصة الذين يعتمدون على المنتجات والسلع التي تمر عبر البحر الأحمر والبحر العربي، لأن كلفة هذه السلع ترتفع بسبب الأمور التي تواجه التنقل في هذه المنطقة. هناك مشكلتين. أولا، إيران تمنح الحوثيين الأسلحة والدعم اللوجستي والتكنولوجي لاستهداف هذه السفن. المشكلة الثانية، من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لم تكن في نجاح في وقف هذه الهجمات، وأظن أن هذا بسبب أمور متعددة، ولكن بشكل أساسي لأن الحوثيين لديهم أسلحة عديدة في أماكن لا يمكننا الوصول إليها بكل صراحة. فهناك تنقل وصعوبة في إيجادهم، يمكن إيجادهم في أماكن مدنية، ولكن لهذه الأسباب كان هناك صعوبة. ومن المثير للاهتمام بالنسبة لي أن المملكة العربية السعودية والإمارات أيضا حاربت الحوثيين لخمس سنوات، وأيضا كان هناك تفجير كثير ولكن لم يوقفوهم، والآن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تقوم بالأمر نفسه ونشهد النتيجة نفسها. فأظن أن المشكلة مع الحوثيين لا يمكننا إيقافهم في اليمن، يجب إيقافهم في طهران. طب دعني أفصل معك أجزاء من جوابك سيد إيرلي. تقول بأنه يعني ناستي ثينج، أمر بشع ما يقوم به الحوثيون الآن بتعطيل البضائع وتأخير وصول البضائع وإلى ما ذلك، وهم يقولون أن هذا الأمر هو رد على أمر أبشع وهو إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة. إن توقفت هذه الإبادة الجماعية توقفوا. كما قلت، لا أظن أن الأمر مرتبط بهذا الموضوع. كما قلت مسبقا، أظن أن إيران تدعم هذه الهجمات وهي خلفها، ولن يكون هناك نجاح من دون الدعم الإيراني ومن دون الأسلحة الإيرانية ومن دون الاستهداف الإيراني. نحن نعلم أن إيران تعلم الحوثيين، الحوثيين لا يعلمون أين تذهب هذه السفن في البحر الأحمر أو في البحر العربي، ليس لديهم معلومات عن أي سفن يجب ضربها، الإيرانيون يخبرونهم، وإيران لا تعمل تقوم بهذه الأمور لمساعدة غزة. نحن نعلم أنها تهاجم السفن التجارية، وهذا لن يكون لديه تأثير على غزة، بل تقوم بهذا الأمر لتجعل الأمر صعبا للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا للأشخاص الذين أظن أنهم يبحثون عن السلام أكثر منهم. قد يختلف معك البعض، لأنه يعني البعد الاقتصادي على الأقل يظهر إسرائيليا بما تقوم به جماعات الحوثي، تركز على إيران. دعنا نتحدث عن إيران، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا تقوم بضرب جماعات الحوثي في ردهم على مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة في البرج 22 في القاعدة الأمريكية في الأردن. أعلنت عن يعني الإذن باستهداف مواقع في سوريا والعراق، ولكن تتحدث بأن إيران هي من توفر ومن تدعم ومن يعني تجعل كل هذا يحصل. فهنا ما الموقف الأمريكي تجاه إيران؟
أظن أن الموقف الأمريكي من إيران معقد وليس مرضا. أنا تكلمت عن أن إيران لديها بشكل عام هدف، وكان هذا الهدف موجود لفترة طويلة، وهذا الهدف هو دفع الولايات المتحدة الأمريكية على مغادرة هذه المنطقة وإزالة القوات الأمريكية كي تتمكن من الحصول على نفوذ أكبر في المنطقة بنفسها. فالهجمة في الأردن أظن أنها كانت جزء من هذه الجهود، وقامت بها ميليشيات مرتبطة بإيران أيضا تحصل على الدعم والإدارة من إيران، وأظن أنهم ارتكبوا خطأ، وأظن أنهم تخطوا الحدود بقتل الجنود. لا أظن أنها كانت خطوة محسوبة وكان يجب القيام بها بشكل أساسي. قالوا أن الأمر مرتبط بغزة، ولكن لا أؤمن بهذا ولا أعتقد أن هذا أكثر من حجة وعذر. فهذه الهجمات تحصل قبل الحرب في غزة، نحن نريد إنقاذ غزة ووقف هذا العنف بكل تأكيد، ولكن قتل الأمريكيين في الأردن لن يحقق هذا الهدف. والمسألة ما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لحماية جنودها وإقناع إيران أنها ليست فكرة جيدة أن يهاجموهم مهما كانت الأسباب؟ هذا سؤال لم نحصل على إجابة بعد حتى الآن له. طب سيد أرلي، يعني ما رأيك بإجابة السؤال عن واشنطن إن كانت تريد أن توقف العنف؟ البعض يعني يذهب إلى تشبيه الأمر بأن بايدن يحتاج فقط أن يرفع الهاتف ويطلب من الإسرائيليين إيقاف العنف. أظن أنني سوف أسأل ما هو العنف الذي نتكلم عنه؟ إذا كنا نتكلم عن العنف في غزة، بايدن لا يمكنه القيام بالكثير. نعم، ربما لا يجب أن يمنح إسرائيل الأسلحة التي تستخدمها لقتل الفلسطينيين، ولكن إسرائيل تعرضت للهجوم أيضا وتدافع عن نفسها. هذا أمر بشع. يعني أعذرني سأقاطع سيد أرلي، أنت دبلوماسي وتعرف أن تعريفا إسرائيل هي قوة احتلال، هناك حق الدفاع عن نفس ربما يحتاج إلى نقاش أوسع. دعني أسألك الآن عن ما تتوقعه من جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخامسة إلى المنطقة، في ظل الحديث عن أن هناك بوادر إيجابية ربما عن صفقة محتملة، كيف تقرأ الموضوع؟ أنا لست أتوقع الكثير من زيارة بلينكين بشكل أساسي، لأننا لم نرى الكثير في الزيارات السابقة. نقول أكثر من مرة أننا نريد وقف العنف ونريد إبطاء عمليات إسرائيل، ولكن ما الذي قمنا به لتحقيق هذا الأمر؟ ليس الكثير. والآن نتنياهو بشكل علني ومباشر يتحدى الرئيس بايدن حول مسألة إقامة دولة فلسطينية وإذا كان الأمر مرغوبا به. لذلك أنا متردد ولست متفائل بشأن إرادة ورغبة أو قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو عزمها حتى تأثير على هذا النزاع. هذا النزاع سيد أرلي كما بدأنا الحديث يعني مرشح لأن يتسع، وهذا ما لا يريده الجميع، لا تريده واشنطن، لا تريده طهران وباقي الأطراف. تتحدثت عن نفوذ إيران، وأنت كدبلوماسي ونائب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأسبق متابع للسياسات الأمريكية، إن تجاوزنا الفترة الراهنة وذهبنا إلى سنوات خلت، ألا ترى أن السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هي التي ربما ساعدت أن يتوسع نفوذ إيران إلى هذه الدرجة؟ لا شك في هذا الموضوع. أظن أنه هناك أمور كان يجب أن نقوم بها بطريقة مختلفة، وهذا واضح، ولكن
نحن في هذا المكان الآن. سوف أعطي مثالا على سبيل المثال سوريا أو لبنان. أنا لا أظن أنها خطأ من سياسات أمريكية أن إيران تتحكم بسوريا أو بلبنان. هناك أمر مرتبط أكثر بسوريا وبلبنان أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. ومع القول لهذا كان يجب أن نستجيب باستجابة مختلفة من سنوات عديدة ربما. ولكن في نهاية المطاف أظن أن السبب الأكبر، هناك سببين لنمو إيران وتأثيرها في المنطقة. أولاً الخطأ في اجتياح العراق في 2003، وهو أيضاً أعطى إيران الفرصة للتحكم وباتت من أقوى دول في المنطقة. وثانيا فشل الولايات المتحدة الأمريكية في أن تكون أقصى في وجه التهديدات الإيرانية والتي كانت متعددة ومتكررة لفترة طويلة. ولقد ظننا أن اتفاقية وحل دبلوماسي قد يمكن التوصل له مع إيران، ولكن لا أظن هذا. طب نعود إلى ما يجري في قطاع غزة والسياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. الآن يكثر الحديث عن حل الدولتين ويعني تطبيع إسرائيل مع السعودية مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية، وهذا هو الحديث الرسمي الأمريكي على الأقل. أيضا خلال عقود مضت الكلام الرسمي لواشنطن أنها محل الدولتين، ولكنها لم تضغط بهذا الاتجاه. وأنت أكيد أدرى سيد إيرلي أن التاريخ لم يبدأ منذ 7 أكتوبر، بل ربما 7 أكتوبر كان نتيجة الفشل في الوصول إلى حل الدولتين. لا شك في هذا الموضوع بكل تأكيد. أنا لا أظن أن 7 أكتوبر كان ليحصل لو لم يكن لو كان هناك دولة فلسطينية أصلا في الماضي. وبكل صراحة إذا لم يكن هناك دولة فلسطينية سوف نواجه 7 أكتوبر في المستقبل وسوف يكون أسوأ. فالآن إذا نظرنا إلى الماضي بكل صراحة، أنا قلت هذا الأمر أكثر من مرة، الجميع يريد لوم طرف آخر. هذا طبيعي، يمكننا لوم طرف آخر، ولكن يجب أن ننظر إلى أنفسنا أيضا. والفشل في إنشاء دولة فلسطينية هو مسؤولية نشاركها جميعا، المجتمع الدولي وإسرائيل والفلسطينيين والدول العربية والأمم المتحدة، جميعنا وأوروبا نتشارك هذه المسؤولية. لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف 70 عاما. هذا أظن أنه تراجيدي. أعذرني سيد إيرلي، هل ترى أن الأطراف متساوية المسؤولية؟ يعني الولايات المتحدة هي التي تستخدم حق الفيتو مرارا وتكرارا، أكثر من 80 مرة استخدمت واشنطن لصالح إسرائيل رغم تجاوزات إسرائيل القانونية. تفضل. أنا لم أقل أن المسؤولية متساوية. وثانيا إذا أردنا التكلم عن حق الفيتو الولايات المتحدة الأمريكية، هذه حركة سياسية لا أظن أنها عامل أساسي فيما يحصل على الأرض. أظن أن الجميع يظن أن الأمم المتحدة حل، ولكنها جزء من المشكلة برأيي. وحتى لو لم نستخدم حق الفيتو لهذه القرارات، هذا لم يكن ليحرر الشعب الفلسطيني، كان هناك مشاكل أخرى تحصل. كان من الممكن وقف إطلاق النار لولا الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، ويعني منع الحديث عن وقف إطلاق النار. سيد إيرلي، مسؤولية الولايات المتحدة، لا أحد من الأطراف يقدم نفسه كقائد للعالم والقوة الأولى ودعم واشنطن المطلق لإسرائيل، هذا أيضا تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة مرفوقا مع سياساتها في المنطقة، والذي أنت حضرتك تحدثت عنها مطولا، من اجتياح العراق وصولا إلى حل الدولتين وإلى ما ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بدعم إسرائيل، فإذا لم يعجبنا هذا الأمر، هذا الأمر لن يتغير. إسرائيل لديها الحق في الوجود، ومنظمات مثل حماس لا تريد وجودها، لذلك
هذه مسألة دعم إسرائيل أو دعم حماس، لا أظن أنه هناك الكثير للتكلم عنه في هذه المسألة. الآن السؤال هو كيف يمكن احترام حق إسرائيل بالوجود وبالعيش بسلام إلى جانب مجاورها وعدم المهاجمة فقط لوجودها هناك، وفي الوقت نفسه إعطاء الحقوق للفلسطينيين الذين يريدون العيش إلى جانبهم بطريقة سليمة؟ وهذا المسألة التي لم نجد لها حلا بعد. من واشنطن آدم إيرلي الدبلوماسي ونائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأسبق، شكرا لك.